قال الله عز وجل بعدها: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، هذه كان الأصل في كان أن تكون ناقصة عند النحويين، تحتاج إلى اسم وخبر، وقد درستم هذا كثيرا في المدارس. وتأتي كان تامة، تحتاج إلى فاعل لا تحتاج إلى اسم وخبر. وهنا على الأرجح من أقوال النحاة كان تامة، أي وإن وجد، كان هنا بمعنى وجد، وإن وجد ذو عسرة. فالله يقول: فنظرة إلى ميسرة، هذا أمر وجوبي، بمعنى أن المعسر لا يكلف، وإنما على من أقرضه أن يمهله وأن ينظره. وقد جاءت في هذا أحاديث عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه كان قد أقرض أحد الناس في المدينة مالا، وهذا الذي اقترض المال لم يجد شيئا يوفيه الدين، يعني أصبح معسرا، فأخذ يتخفى عن أبي قتادة شأنه شأن كل مديون. فأبو قتادة جاء ذات يوم وسأل عنه، وكان هناك صبي صغير، أخبر أبا قتادة أن الرجل في الدار، فدخل والرجل اختبأ. فقال أبو قتادة له: أخرج فإنني قد أخبرت أنك ها هنا. فخرج الرجل، فلما خرج الرجل وسأله أبو قتادة أن يقضي الدين، قال: يا أبا قتادة، إني معسر، يعني لا أملك قضاء الدين. فقال له أبو قتادة، وهذا جيل الصحابة أمثل جيل وأكمل رعيل، قال له أبو قتادة: أالله، يعني يستفهم، يسأله بالله، أالله إنك لمعسر؟ قال: نعم. فلما قال نعم بكى أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أظله الله جل وعلا يوم القيامة تحت ظل عرشه. فهو رأى أن هذا المعسر سبيل له لأن ينال شرف أن يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وأنت ترى أن كثيرا من الإخوة المستأجرين في الدور والعماير وأشباعها قد يأتي عليه الحول وهو لا يملك قيمة الآجار، فيصبح هذا باب، فيصبح هذا بابا عظيما وطريقا للجنة لصاحب الدار، لمن يملك الدار، إن كان يعرف كيف يستثمر الطرق إلى جنات النعيم. فهذا الذي امتنع عن الأجار أو عجز عن دفع قيمة الأجار، واحد من اثنين: إما أن يكون غالب ظنك أنه يبذر المال ميمنة وميسرة ويخرج في الصيف للنزهة ولغيرها في بلاد قريبة وبعيدة، فإذا جاء آخر العام احتج بأنه لا مال له، فمثل هذا ينبغي أن يؤدب ولا يحصل في حقه الإمهال. وأما من تعلم منه أن أخاك به من الضائقة المالية ومن قلة الموارد، وأن عليه تبعات أخرى غير الأجر، وأنت لا تملك وهو لا يملك أن يقضي إليك دينه، فإن في إمهاله قربة لله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يقيم الله عز وجل يوم القيامة عبدا من عبيده، فيقول الله عز وجل لذلكم العبد: يا عبدي، ماذا صنعت لي في الدنيا؟ فيقول ذلك العبد: أي رب، ما قمت بعمل في الدنيا أرجوك به، أي ليس لي عمل، أرجو به رحمتك بذلك اليوم. يقولها ثلاثا، ثم يقول في الثالثة: إلا أني يا رب قد أفضلت علي بمال، يعني أعطيتني مالا زائدا، وكنت رجلا أحب الجواز، فالجواز يعني يتجاوز عن الأشياء، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فيقول الله عز وجل له: أنا أحق بالتيسير باليسر منك، أدخل الجنة. فيدخل الجنة رغم قلة عمله لحسن معاملته للناس. والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال جل وعلا: وأن تصدقوا خير لكم. والمعنى وأن تصدقوا، في المرة الأولى أمره الله أمرا وجوبيا أن ينتظر ما دام أخوه معسرا، ثم قال الله عز وجل: وأن تصدقوا، أي تتنازل عن حقك،
وتبرئ ذمة خصمك ولا تطالبه بشيء، فإن الله عز وجل عد هذا خيرا، قال وأن تصدقوا خيرا لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون.